طرق تعديل على مسار سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون هالسنة ليعطي المشاركين بسباق الخمس كيلومتر فرصة ليتمتعوا بسحر المدينة ويختبروا مسار جديد. بيتواجد على مسار السباق كل 2.5 كيلومتر محطات مي للشرب ومحطات تشجيع. ضروري الانتباه انه خصصنا اماكن صديقة للبيئة بعد كل محطة حتى ترموا فيها النفايات. نتمنى تساعدونا لنحافظ على النظافة. ينطلق السباق من وسط بيروت جنب كنيسة الأرمن على طريق الشام وبيتوجه طلوع لمسافة 700 متر عكس السير باتجاه السوديكو، وعندها بتنبسط الطريق وما رح تلاقوا صعوبة لتقطعوا المسافة لأنه حماستكن كفيلة توصلكن. بيتابع العدائين طريقهم للمتحف الوطني وبيتوجهوا يمين على 1.85 كيلومتر لشارع عبدالله اليافي، بيكملوا لمسافة 2.5 كيلومتر وبيروحوا يمين باتجاه بشارة الخوري وبعدها لوسط المدينة وبيقطعوا مسجد محمد الأمين. على مسافة 4.6 كيلومتر وحد مبنى النهار باتجاه المسار الشمال وبيقطع أسواق بيروت باتجاه تقاطع باب إدريس وبعدها لخط الوصول. مبروك قطعت المسافة.